اخوان السلام عليكم مره اخرى, معكم مورايد فيديو جديد. النهار هذا عندنا تيست رايد ديال اول مره غندير موتور صغير يعني السيكونت. الفكره ديال انني ندير تيست رايد النيترو او الايروكس كما تيقولوا لها جات بحكم انني مجرب هذا الموتور, يعني انني موتور اللي عارفه مزيان وموتور اللي عنده شعبيه كبيره خصوصا هنايا في مكناس في المدينه ديالي. غنتعرفوا على هذا الموتور مزيان وغادي نشوفوا علاش كيصلح, نشوفوا السلبيات الايجابيات ديالو. يلا بقى معنا مور الانترو. اخوان مرحبا بكم من جديد مع التيست رايد ديال النيترو او الايروكس. موتور معاه شديته معنا في الطلعه بانوا الديفويت ديالو, موتور اللي في الطلعه راه تتبقى شاد الاكسيلاتور اونفو, يعني موتور اللي في العقبه دغيا تيعيا. اولا اخوتي بالنسبه للسميه اللي باش ما تدخوش كاين النيترو ايروكس, راه موتور واحد هو اما ياماها يا اما امبيكا, يعني شركه مسميه ياماها تلقى ايروكس, الا كان امبيكا تلقى مكتوبه فيه نيترو. هذا هو الفرق. اما بالنسبه للموتور راه هو هو صافي, الموتور مخير في الزعام. هذا بحال اللي قلت الصغير ديال تيماكس, هو هذا الموتور اللي كتسوق حتى تيماكس راه معروف تتوقف تتوقف ما تقدرش يعني حتى صافي توقف خطره عاد تحت رجليك. حتى هذا الموتور موتور اللي ديال الزهام, ها انتم اخوتي موتور ديال الزهام بامتياز. انت وقفت كاع ما حطيتش رجلي الدور هنايا وتوقف, يعني هذا هو اللي مزيان فيه مانيابل بزاف بواحد الكيفيه عجيبه في المرايه ديال انني تتلوى. سلام ستوب, هاد راه دير ستوب وما تحطش رجليك بجوج, يعني توقف ستوب تمارك ستوب ديالك قف ورجليك ما تحطوش. موتور اللي ديال المدينه مزيان, ماشي مودول اللي مدينه ولكن ماشي شي تراجي كبير تبقى تشد به, يعني مدينه وتكون عندك شي تراجي ديال شي 10 كيلومتر ولا شي حاجه بارك عليه هذيك حلاوته. لا في التيارات خصك موتور كبير. شنو الخايب في هذا الموتور هذا في الصيف؟ في الصيف كان عندي بحكم انا مجربو, نعاود لكم على التجربه ديالي. انا في الصيف كان عندي كانوا كيعصبوني البومبه د الماء اللي فيها هي هنايا, نحبس ونوريها لكم. كانت البومبه د الماء تتمرض, يعني خصك شي شويه تيسخن وكذا وهذه صافي بحال اللي قلت لك خصك تبدل عاوتاني داك جوج لورمات ولا ريدوي ديالهم تتبقى كتبقى تسيل, يعني ولا بدات كتسير ونقصات من الماء راه تبقى تفشل لك خصوصا في العقبه. موتور ما تيجريش بزاف, يعني 80 اللي كاينه في لافيس تكنيك ديالو تيشدها بالك شايف, خص شي بلاصه طويله تبقى عاصر عليه باش يشدها. ولكن الموتور ما مديرش الججره, موتور زوين حلاوته هكا 50 60 ديالها وتيشدها بطريقه زويونه بركه عليه. هاد النوفو هادو هاد الكارينا الجديد بدا من 2013 وانت طالع للفوق, يعني 2012 11 وانت هابط لتحت كان فيهم كارينا اخر
نحكي لكم شي تصويره نحكيكم كاع ديالي نيت بحال هادي درت جبال لكم هادي كانت عندي واقيلا موديل 2008 ولا 2009 وما عقلت هادي كتسمى كتسمى لونسيان شويه وهذيك براسها وراه فيها عاوتاني الموديل كاين النوفو كاين النوفو ولكن ما تيخشفش الكاريناج الكاريناج تيبقى هو هو الاختلاف تيكون غير في الفورج فورج خاتم مانيطات مقروسين داك السميات اما هذه خلاص النوفو 2014 وانت طالع الفوق راه باينه غير من الكاريناج جات تشوفها راه باينه مختلفه الثمن اخوتي فين واصل هذه دابا راه موديل 2015 الثمن ديالها واصل ديك جوج ونص كان راه شاجه نقيه شي حاجه اللي عند مديونه هذه اللي دراجه الدري صاحبي عصام هو الانستغرام ديالو اللي بغى يهضر معاه راه تيبيعها هو عنده اصلا موطور زاد شرا هذه باش الى جاب له شي معاش عادي بحال كاع الدراري فيه بيكي سنترال ها هو البومبه د الماء هي هذه كاينين فوسطه لداخل جوج لورمات وكتلقى واحد الفريفير هكا البلاستيك وكتلقى واحد لاريدوي تيموت في هذوك جوج لورمات وديك لاريدوي الا كنتي كدير شي ماركه عيان هذوك ديال 30 درهم ولا شحال يقدر الضغير تبقى تعاودهم في البرد ما غاديش تقدر تشكى منهم كنهضروا على الصيف فين كيخص الماء يبقى يدور باش الموتور ما يسخنش هذا النيترو خوتي فيها كما قلت لكم تختلف على حساب لي موديل هذه موديل 2013 الفوق فيها هذا الكاريناج مخنفر هكا فيها الاخرين لا هابط نيشان يعني كان اختلاف في الكاريناج وفي كل موديل سواء 2011 سواء 2014 و 15 كاين عاوتاني الناكيد وكاين العادي اللي فيهم القيدون عامر هذه كتسمى ناكيد هذه كتكون جديده تتكون زايده على الاخرى بشي 1000 ولا 1500 درهم كنت شريتها للدري من العائله في شي 2016 شريتها له 2016 نيت داك العام شريتها بشي 3 د المليون و 20000 ريال وكانت شريت له عاديه اللي قدون عامر وكانت الناكيد ديالها ما لقيناش عنده كنا باغيين نشريها مي ما لقيناهاش الناكيد ديالها قال لينا تلقى تكون زايده غير بشي 1000 درهم 1500 مونتي السور بالقريعه ديالو تتكون رفورس شي شويه يعني زايده شي شويه المهم القدام راه غير سيكونت هذا اي ديسك واحد اللور تا هو ديسك واحد فيها جوج امبرياجات هنايا فيها ليغالي العنايه ديال الموتور خصك ديما تبقى تجلسي له الامبرياجات وتبقى تراقب الماء من هنايا هاد الموتور هذا راه بدلو له بلاص الزيت اللي قبل الموديل اللي قدم يعني لونسيان كان من هنايا تتحل بالساروت وتلقى بلاص الزيت هنايا دابا ردوا له كلشي مجموع الفوق هنايا ايسونس والزيت داكشي باش كتبان لك الكوسانه اللورانيه طالعه شي شويه كوفر فيها واعر شنو هز مع هذا كوفر يهز الكاسك كاسك كبير يهزو يعني الا هز كاسك كبير راه مخير ويهز لك بلاصة اللي قات هنايا الا بغيتي تشد شي حاجة هنايا يعني موتور هاد الموتور بصفة عامة شنو اللي زوين فيه بزاف واللي مغلي له الثمن هو الديزاين ديالو يا ما تلعب على الديزاين بزاف انا الطابلو ديالو باش ما نساوش الطابلو صغيور زويون فيه كيلومتراج هنايا فيه ليسونس فيه البولات نعاود نسكتو باش يبان لكم البوله ديال ليسونس ولا شعلات هذه ديال الزيت الا كانت ناقصه هذه ديال السخونيه هذه ديال الفار دواري ديال الفار ما هاي تطلع الزرقيه انا صغيره هذه خاص ديال السينيالات صافي يعني اربعه البولات اللي فيه ما فيه شي حاجه الطابلو بالنسبه للموتور سيكونت راه طابلو مخير كاين هذا وكاين القدون اللي عامر القدون عامر كيختلف الطابلو عاوتاني في طابلو اخر ماشي بحال هذا بالنسبه للطول اخوتي راه شارج اللي فيه تيديرهم الا درتي هكا شركه فين جايين يعني هذا غيجي مخير شي واحد فيه مترو 63 64 65 يجيك مخير تقص فيه واعر تكون مازال صغير اما الا كانت فيك مترو 70 الفوق راه خصك تحط رجليك هكا بالجناب يلا باش الكابي ديالك كيبقاو مرتاحين بالنسبه للدورات تيدور مخير انتوما ندور هنايا بلا ما نوقف
يعني ما تخافش بلايص اللي مزيرين شطع مخير. لك اخويا الله يحفظك. ها انت ماني يابل ماني يابل بزاف موتور لي انت بلايص مضيق قدوس فيه اوبس اوبس كتلعب بالثقل ديالك الجسم ديالك ما عرفتي تيقولوا هاد النوفو ناقصين شويه في الجرا على لونسيان على 2011 2012 حيت تبقى غير هضره موطور راه نفس الماكينه فيه ما كاينش الاختلاف يعني ما تنظنش راه غادي يكون شي اختلاف في السرعه وداك الشيء تمعني تحطوهم بجوج ما تحطوهم بعد عناء طويل تغفر لك الله الذنوب موتور ديال السطات الدراري العزيز عليهم تصاور وداك الشيء هذا الموتور هذا يصلح لكم ويدير جوج ونص زيد واحد المليون وشري شي هورنيت ولا عندكم شي تساؤل الخوت شي حاجه ما غير واضحه ولا شي حاجه واخا انا ما نهضر ما غاديش نكون عطيت الموتور حقه الدري مازال ما كبلوش البلاكه حيت مازال دافع عليها المهم موتور راه للبيع اللي بغاه كما قلت لكم من قبل يدوز الانستغرام ديال عصام وصافي الا عندكم شي تساؤل اخر على هذا الموتور بغيتو تعرفوا شي حاجه المهم تساؤل كيما بغات تكون دوزوا عندي الانستغرام راه تنجاوب كلشي ما كاينش واحد مصيفط لي شي ميساج وما مجاوبوش ما بغيتيش دوز لي الكومونتير في يوتيوب حتى هي راه تنجاوب فيهم ولي لايك ديالكم الخوت اللي ما دايرش ابوني ديرها وخليكم مع جوج فيديوهات اختار هذا ولا هذا هذا تيست رايد ديال تي ماكس كوزاكي ديالي يلاه تهلاو نتلاقاو في فيديو جديد بيس